عملها في خدمة المسلمين وفي قوتهم، فإنها تتعرض بين حين وآخر لمثل هذه الحملات. وكما يقال إذا عمل المرء العمل الصالح ومشى في عمله وإنتاجه وخدم المسلمين بعامة، فإن هذه تكون كريش في مهب الريح لا قيمة له. لذلك نحن نعمل ولا ننظر إلى هذه الكلمات وكل الدعايات المضللة، سواء في الشأن الديني أو في الشأن السياسي أو في الشأن الاجتماعي أو في الشأن الوطني أو في شأن المجتمع أو في شأن السعوديين أنفسهم، فإن هذه لا ينبغي الالتفات لها، لأنه لا يخلو أحد من ضد. والله جل وعلا بيّن أن له أعداء، هو جل وعلا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، والأنبياء لهم أعداء، فلا بد أن يكون دولة. فلذلك نحن نمضي ولا علينا من إذا إلى آخره.